بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم جميعا، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كويتية. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجري حوارا شيقا مع العم يوسف الخالد المرزوق، وسنتحدث معه حول جوانب شيقة حول الحياة في الكويت في الثلاثينيات والأربعينيات، وبالتحديد عن الكويتيين في كراتشي في الهند قبل التقسيم ونشاطهم التجاري في ذلك الوقت. نرحب أجمل ترحيب بالعم يوسف الخالد المرزوق، ونشكرك عمي على يعني إتاحة هذه الفرصة لتلفزيون الكويت أن نوثق هذا الحوار ونجري معك، على اعتبار أنك أيضا من المخضرمين ومن الرواد يعني الذين عاشوا أكثر من جيل، قد نقول يعني ثلاثة أجيال. نعم. احنا حاضرين على اللي تبون، احنا اللي عندنا بنعطيكم اياه، ما نبخل عليكم في شيء ابدا. مشكور يا عم. دائما في البدايات نسال عن الولاده، عن الفريج اللي ولدت فيه، وطبعا الحياه الاجتماعيه، على ما تميت من وعي في الذاكره ونضج في الصبا. نعم. في اي عام ولدت؟ ولدت طول عمرك في، يعني انا بين عامين، بين 22 و 23، يعني راس السنه دخول 23. نعم. الساعه 12 بالليل. نعم. يعني راس السنه دخولها 23 انا مولود، حسب ما تاريخ مسجل والدي بالعربي 1314. نعم. عفوا 41، 1341 هجري، اعطيتها لعييري وحولها لي وطلعها في الميلادي 31 ديسمبر 1922. 23. نعم. يعني نعم. سالت الوالده، قلت لها في اي وقت ولدتيني؟ قالت ولدتك نص الليل، يعني دخول راس السنه. نعم. الله ان شاء الله يعطيك العمر. الله يسلمك. وبالتالي انت يعني ان شاء الله تكون شاهد تخبرنا عن ما شفته في العشرينيات وفي الثلاثينيات وفي الاربعينيات. ان شاء الله. اي فريج عمي؟ فريج المرزوق هو. نعم. من فريج سعود، من ينحور فريج الخالد. نعم. من جبل عنا فريج البدر. نعم. ومن شرق عنا فريج سعود. نعم. هني يعني حول المتحف استدو الان. نعم. اللي هو بيت بيت يوسف المرزوق هذا كان قبل. نعم نعم. هذا بنا سنه 36. نعم. هني ويما بيت الفوزان، بيت عبد اللطيف الفوزان، ويما بيتنا احنا بيت المرزوق والديوانيه هني. نعم. وربينا احنا هني صبي انا وعيال عمي والفريد في هالمنطقه هذه. ودوك طبعا المطوع او الكتاب؟ طبعا. اي سنه؟ سنه والله عاد شوف ما اذكر اي سنه، لكن عمري يمكن من الخمس الى ست سنين عند العييري ابو صالح. نعم. في كشك الصقر اللي بعدين حولوه الى فندق الشاطئ الذهبي. إيه إيه إيه. هذا كان قبل، يعني اقول لك يعني مثل البخار هو، لكنه بخار منظم له شبابيه كلها خيره. نعم. ويدرسنا فيه كان صقار ذاك اليوم. شو الدروس اللي كنت تتلقونها؟ الدروس هي القران، والصقر القرآن والحروف ألف بيته هذه. إيه القراءة، القراءة والكتابة والقرآن. إيه واللي أكبر على الحساب والخط. نعم. وعلى هالأشياء. كم سنة قعدت عندك؟ والله عند عييري أظنها يمكن ما طولنا ثلاث سنوات أو سنتين كذي. بعدين انتقلنا إلى أحمد الخميس. نعم. الشيخ أحمد الخميس. نعم. كان هم في هالمحل هذا. نعم. محل العييري، بعدين انتقل الى ديوانيه الصميط اللي هي الان بيت يوسف المرزوق مال السدو، هذا هو بنفسه. نعم. نعم. قبل لا يبني يوسف المرزوق. نعم. نعم. قعدنا عنده الى ان صار النظام الجديد هو التعليم في المدرسه المباركيه وجو المدرسين الفلسطينيين، وانتقلنا من عند احمد الخميس الى المباركيه. اي سنه ذي؟ استغفر الله. تفضل. كنا بالاحمديه عند عبد الملك الصالح. وعند بن بحر. نعم. الأحمدية قبل المباركية رحت ولا هي؟ إيه الأحمدية قبل المباركية. ايه؟ كنا عند الأحمدية عند عبد الملك الصالح، هو كان مدرسنا. نعم. وكان وياه واحد قال له محمد إسماعيل. نعم. والله في نسيتهم بعد بعض المدرسين. ويما عبد الرحمن البحر، ها
هم يدرس في المدرسة التحضيرية اللي قباله، يعني عبارة عن مثل المدرستين في مدرسة واحدة. طبعا هذه بداية بداية الدراسة النظامية النظامية في الأحمدية في يعني مو نظامية يعني أو بداية يعني نتعلم الحساب. نعم بس طبعا صف وطاولات طبعا إيه في الأحمدية فيها طاولات وفيها يعطونا حساب على ما يقول الحساب الأولي كان حاصل الغواص حاصل السفار الشركة يعني شراكة الشيء المرتبط في الواقع الاجتماعي والتجاري اللي كنتوا تحتاجونه في ذلك الوقت. اي نعم نعم. وكم قعدتوا في الأحمدية؟ والله قعدنا يمكن 3 أو 4 سنوات إلى أن صارت المباركية، وبعدين انتقلنا إلى المباركية في أثناء ما جو البعثة الفلسطينية أول بعثة تعليمية. أول بعثة سنة 36 كانوا أحمد شهاب الدين وكان واحد اسمه خميس وواحد جابر وهذا محمد المغربي الأربعة. بعدين زادوهم سنة ثانية أظن جابوا هم 4 زيادة، عبد اللطيف صلاح واحد أظن واحد ثاني والله نسيتهم، حتى سافرت أنا ما كملت وياهم هذول. وكم قعدت في المباركية؟ مباركية 2 أو 1.5 سنة بس يعني بعدين سافرت لندن. زين الدوام في الأحمدية أو في المباركية كان على يعني فترتين اي الصبح أي من اي ساعة؟ من أظن الساعة 7 اي الى الساعة 12. نرجع لبيوتنا نتغدى ونرتاح شوية وبعدين نرجع. هم ندرس لنا قدر ساعتين يعني درسين. الكتب الدفاتر الوسائل هذه شيء كانت متوفرة عندنا مكتبة برويح ناخذ منها. ويجيبون بعض الدكاكين من الهند وغيره والقراءات هذه وأغلبها تجي من العراق خصوصا كتب القراءة. تتذكر بعض يعني الأخوان من زملاء الدراسة اللي كانوا معك سواء كان عند العجيري أو الله يرحمه الخميس أو الأحمدية أو المباركية؟ كلهم أتذكرهم. عندك في عند العيري انا وعيال عمي وصبيان اللي ويانا عند عيال الفريج يعني ما اذكرهم بالضبط من العيري، لكن عند احمد الخميس لا اذكر عيال عثمان، اذكر عيال البدر، اذكر صبيان اللي حولنا كلهم هذول بالفريج. اي بالفريج. ايضا اللي عرفناه انه بدأوا لما جيتوا الأحمدية والمباركية النشاطات الرياضية صار في كشافة هاي في بعدين لما صارت المباركية أي صار فيه الرياضة وصار فيه كشافة وصار فيه قبل لا تسافر. أي قبل لا أسافر من أول سنة كان الجو اشتركنا في الكشافة وندفع المباركية ندفع كل شهر 3 ربيات على المقتدر. نعم. يدفع 3 ربيات والفقير ما يأخذون عليه شيء لكن المقتدرين يدفع 3 ربيات. كذلك الكشافة اللي بيدخل الكشافة يدفع 3 ربيات من عرضهم أنا ويا ولد عمي مرزوق دخلنا الكشافة. زين كان عدد كبير من والله الكشافة يعني أقول لك يعني فيهم 70-80 كشاف. شو اللي هي الأنشطة اللي طبعا كان في لبس خاص في لبس كان خاص في تمرينات في لبس كان خاص في دروس يلقونها علينا في شو اسمه في صف خاص الكشافة. نعم نعم يجينا محمد المغربي ويدرسنا. نعم وكان يعلمنا يعني تعلوم أشبه ما له عسكري. نعم حتى يقول لك من عرضه إذا كنت أنت في الصحراء وضعت فطبعا ربعك بيجون يدورونك. نعم فربعك يدوروه شو يسوون لك يحطون لك أشياء رمزية تعرف أنت وين فيه أو هم وين فيه مثل يحطون لك شخط وفيه خطوط يعني هذا للماي صح وحنا هالشكل مجتزين هناك شجرة يحط صورة شجرة. نعم فيها أشياء هذه هو نوع من التمرين. أي نعم والتهيئة أن الإنسان يعني يعتمد على نفسه وأن يعني يكون الانضباطية والنظام في الحياة وتحمل المسؤولية اللي مع الأسف ما أشوفه الآن في كشافتهم الآن يجيبون لهم الأكل من المطاعم. إحنا قبل حنا نطبخ بنفسنا. نعم. وكان ما يتيب وياك خصوصا في الرحلات كمبل فقط وتكرم مخدتك حذائك
او تاخذك طابوقه او شيره وتنام عليها. نعم. هذا اللي عندنا. زين كانوا يسوون لكم مخيمات شهريه او مخيم سنوي؟ مخيم سنوي. نعم. وين كان يقام؟ اول مخيم انا كنت فيه باكو الصحه المدرسيه. اي هنا اللي بضيحه عبد الله السالم. ضيحه عبد الله السالم هي في الشارع، بنفس الشارع هنا. نعم. حتى ان ننام احنا معسكر. نعم. يعني خيام ملتفه، وكان علينا عيد، عطلة العيد طالعين فيها. وكانت سيارات قبل بالصفات يكدون الدروازة أربع بيزات حطوها الكشافة آنتين. يجون يفترون علينا. أيه وحنا في معسكرنا قاعدين. أي سنة؟ 37 أظنها 37 يا أخوي. لا 36 يعني تقدر تستذكر شنهو البرنامج لشكل النشاط؟ يعني إذا قعدتوا من الصبح حتى مساء شو يصير؟ شوف هذا الصبح تقعد طبعا تقوم تسوي ريوقك. نعم. عندنا طحين وعيين خبز ونسوي الحليب ونسوي الشاي ونسوي انت ريق. بعد الريوق العلم. نعم. تحية العلم. تحية العلم. والطابور. والطابور. نعم. ألعاب رياضية أو نعم. نشاط رياضي. نعم. بعدين انت فرغ الروح نجيب ماي. يعني عندنا قواطي يحط كلنا فرين عصات بينهم وقوطي بين الماي في وين؟ قلبان؟ قلبان الشامية. نعم. يمنا. نعم. نروح نعم. ناخذ منها. نعم نعم. ونيبه ونغسل بماعيننا ونسوي قدانة ونتغدى حتى إن صار في مباراة أي فريق أحسن يطبخ. نعم. يعني عبد الله اليابر هو صار حكم على هذا. نعم. وفزنا حنا في المباراة. نعم. لأن رئيسنا صبري سمعان. نعم نعم. أي هو رئيس فريقنا، احنا فريق الذئب يسمونه 11 يعني سووكم فرق. فرق كل خيمه فيها فريق. فريق نعم. أي. في اللي يسمونها يعني السهر، سهر الكشافه. في سهر ايه ليله سهر فيها نكت وفيها قصايد وفيها يعني العاب. نعم نعم. فاذا الكشافه مرحله أثرت في شخصيتك وشخصية والله الشباب. والله شوف وبنت جوانب إيجابية. الكشافة ذيك اليوم كانت أقول لك مهما لها جندية. أي طبعا نمط هي جندية نمط. حتى بالليل حراسة. نعم. وكلمة السر. نعم. إذا تجي مثلا تدخل ممنوع. أعطني كلمة السر حتى تدخل. وكل ذيك الليلة يمكن 5 أو 6 أنفار يصير عليهم الزام حراسة. حراسة من أول الليل إلى نص الليل. نعم. وبعدين النصف الثاني هم الناس. نعم. يقومون. نعم. العم يوسف الخالد المرزوق أيضا كان في أنشطة رياضية. نعم. يعني غير الكشافة. ايه؟ يعني بدأ مثلا كرة القدم. ايه؟ الألعاب السويدية. نعم. الألعاب الرياضية. نعم. أيضا اشتركت فيها. أنا والله اشتركت في المهرجان الرياضي في السباق. نعم. هذا يقام سنويا أيضا. سنويا في ملعب في ساحة هذه نايف، قصر نايف اللي هو الآن الحالي. نعم نعم. ايش كان يحتوي؟ يعني من العاب على قفز على ها الالعاب الحصان. والقفز على شو اسمه هذا العارض يصعدون منه. نعم. والسباق. نعم. وعلى اشياء هذه يعني. نعم. ويعني اذا ما في شيء تستذكره من هذه المرحله. نعم. نسالك عن المرحوم الوالد خالد المرزوق. نعم. طبعا هو من شخصيات الكويت المعروفة. نعم. في ذلك الوقت، وكان له نشاط ودور الحقيقة في البحر. ويعني نبي تحدثنا عنه، تأثرك فيه، شنه نمط التجارة والنشاط والعمل اللي كان يقوم فيه وانت في ذلك السن؟ شوف أنا ويا المرحوم الوالد أنا من صغرتي وأنا وياه دائما، حتى أذكرها أنه راح الحج. نعم. سنة 29. نعم. وكنت أنا صغير. نعم. وأخذوني وياهم، كانت قافلة مالتنا خاصة. نعم. وودوني للحج وياهم، وحطين أنا من صغري يعني ما يحطوني على البير، يحطوني بالخري. نعم.
اقعد بالخير مثل القط ما يبين له راسي. طبعا طريق طويل وصحراء الحج ثلاث اشهر مو يعني. وطبعا حتى نوضح للمشاهدين ان رحله الحج كانت تتم على الجمال. على الجمال كانت تهيئ بكل الامكانيات بالاكل كل شيء ما يلزم الرحله. في ويانا واحد يعني والدي مو بدوي يعرف البعارين، في واحد خصوصي علشان هالاشياء هذه البعارين وغيره. تتهيأ قبل الرحلة. قبل الرحلة. وقلت أنها تمتد ثلاث شهور. ثلاث شهور. من الكويت. من الكويت إلى أن ترجع الكويت. ذهابا وإيابا. وإيابا. يعني الرحلة كلها تحج وتجي ثلاث أشهر. زوادكم معاكم. إمكانياتكم. كل شيء إمكانياتنا. يعني من محل لمحل ونمر في هالصحراء ونشوف نمر الحفر هني. ومرينا يسمونها عين زبيدة اللي زوجة هارون الرشيد اللي سوتها. ومرينا يعني أشياء كثيرة شفناها في الطريق. فنعود مرة أخرى، كنت تحدثنا عن المرحوم الوالد. إنك هذا أقول لك يعني هذه من أفضل يعني بداية حتى أقول لك الحج أخذني وياه. وبعدين كبرنا ما قررت المدرسة، والمدرسة بعدين رحنا المدرسة، رحنا طواشة وياه القوص. كان هو قواص أول يقوص ويا سفينة أبوه، بعدين تركوا القوص وهو بروحه أخذنا جالبوت سفينة ويا صديق له وتم يشتغل بتجارة اللولو الطواشة. هي الطواشة. فأنا رحت وياه، رحت الغوص الطواشة. طواشة. طواشة. هي الطواشة غير الغوص. فسر لنا الطواشة الفرق. هي التجارة. تجارة اللولو. اللولو يشتري طبعا. ويبيع. أي. يشتري ويبيع. أي. اللولو. اللولو يعني اللي يأتي به الغاصة. الغاصة. وبيعونه يعني حتى على نعم. شو اسمه طواشين. نعم. حتى نعم. في طواشين كويتيين وفي طواشين بحرينيين يجون هنا بحرينيين. ليش جت التسمية تقدر تعرف؟ ليش طواش؟ إيه؟ والله ما عندك خبر. طواش يعني ما نعرفها يعني قال فلان يطوش يعني يفر على الناس. نعم. طايش الشكل كذي رايح. ولا ما تعرف. فإذا بدأ العمل في الطواشة. نعم. اللي هي تجارة اللولو. تجارة اللولو. نعم. شلون كانت تتم؟ ياخذ هو طبعا البضاعة واللولو من الكويت. هو يجي يسافر إلى القواويص. وين يروح لهم؟ القواويص يسافرون في أول ستة. يعني يبتدي سفر القوص في أول شهر ستة. الطواشين بعضهم يتأخر إلى أول سبعة. وبعضهم يقدم قبل سبعة. فيمر في طريقه وهو رايح على الخليج. القواصين يقوصون كل ما مر مثلا جماعة يسمونهم سنيار. أربعة خمسة عشرة على كثرهم. يقف عندهم ويشوف اللي عندهم ويشتري منهم. ويمشي إلى أن نروح دارين هاي في السعودية هناك. يعني يشتري منهم وهم على الخشب على السفن. على السفن يشتري منهم. يشوف نعم. اللولو اللي عندهم يشتري منهم. نعم. بعضهم مثلا يعرفه يقول خل الفلوس يعطنيها بالكويت. بعضهم ما يعرفه يقول الفلوس يقول هاي فلوسك. انزين. فيجمع هاللولو هذا كله يسمونه مخمل. ويفردونه عند لا الآن موجودة. زين. قلت وصل لين ما توصلون دارين. دارين. زين. دارين كل شهر مرتين نجي دارين نقعد فيها ثلاثة أربعة أيام. فالقواويص الكبار يجون دارين. دارين وين؟ دارين في السعودية يم القطيف. زين. إيه مكوراس النورة. يعني كأنها مركز تجمع. مركز تجمع. لمنطقة الخليج العربي. منطقة الخليج يجون فيها يتكون الكويتيين. وكل الطواويش. وكل الطواويش والقواويص. الخليجيين. الخليجيين يجون حتى يشترون اللولو لأنهم القواويص الكبار كل شهر يجي. يجي أربعة خمسة أيام. يعني يأكلون لحم ماكو لحم عندهم. يشترون لحم يأكلون لبن أرطاب من دارين. فالطواويش تيجي عندهم تشتري من عندهم. فهذه طريقتهم. وبعضهم يقول لك أنا أروح البحرين. في البحرين كان في تجار كبار يجون من برا. أجانب. أجانب حتى أذكرها يقول لي الله يرحمه يقول إن كنا في البحرين وفي واحد استرالي. يقول هل استرالي؟ يقول قعدت انا وياه قلت له انت استرالي شنو شغلكم؟ قال والله انا الوحيد اللي طلعت من اهلي اشتغل باللولو ولا اهلي كله يشتغلون بالاغنام. يقولوا اجي البحرين هنا حتى اشتري لان لولو الخليج كان لولو ممتاز يقول يعني نوعه جيد جيد اي واشتري بهذا. نعم.
يعني حتى نكمل العم يوسف الخالد المرزوق، الحين مثلا الوالد في الطواشة جمع البضاعة، انتقى البضاعة أخذها، هو بعدين وين يسوقها؟ يسوقها أما يجي أحد يشتريها منه في البحرين، إنه يكون في اتفاق في طبعا في في هناك يسمونه واحد جيلمن هندي كان مشهور في تجارة اللولو، يجي كل موسم القوص يجي البحرين يقعد يفتح له محل هناك ويجون القواويس وينتظر أو الطواويش اللي عندهم لولو يجيبون له. بعضهم يقول لك لا أنا أوديها للهند بومبي، بومبي هناك يا هو يروح فيها يا يرسلها إلى أحد الموجودين من التجار الكويتيين المعروفين يوديها ويبيعونها هناك. نتوقف هني عم يوسف حتى نسأل عن التقييم التسعير، يعني لا شك أنه كان في قاعدة وكان في أسلوب أنه يسعرون اللولو على نوعه على حجمه على موسمه، هل كان متفق عليه التسعير هذا؟ التسعير على الوزن نعم وعلى السوق نعم، في وزن تشو ورتي وقلوة وبدلة وما أعرف والله. والسوق شو المقصود بالسوق؟ والسوق هو سعره يزيد وينزل طبقا لشنو يزيد وينزل؟ على الطلب، العرض والطلب، العرض والطلب اوروبا تاخذ منه كثير نعم. كان يقول لك الفرنساويين يعني كان يقول لك اليوم الناس تفاخر في السيارات الوحدة، كان النساء الفرنساويين يتفاخرون بالعقود اللولو لا شك لانه يعني شيء جديد جديد اي نعم شيء طبيعي يعني من من يعني تقدر تقول قضايا التراث الشرقي يعتبرونها إيه نعم، نعم خصوصا لما تتم صياغته بالطريقة الجيدة فإذا مثل ما تفضلت يروح يبيع في البحرين أو الهند واستمر في راحة وناس أظن حسين بن علي راح إلى فرنسا وده نعم وشملان أظن ودوا إلى فرنسا باعوا هناك نعم في أظن يعني في أنا قرأت في هذا السياق أمر من هالنوع الفترة هذه كنت أيضا أنت مع المرحوم الوالد خالد المرزوق حتى بلغت أي عمر من يعني وغير الوالد هذه الممارسة أو هذه التجارة لما طلع اللولو الجباني نعم الزراعي هذا اللي زرعوه الجبانيين نعم فنحط اللولو فصار ما له قيمه يعني تدنت الاسعار ولا كل واحد يعرف يثق فيه يعني يقدر مثلا يتلاعبون فيه انت ما تعرف اللولو يجيب لك اللولو زراعه جبانيه على اساس انها اصليه طبيعي فصار قش فيه وصار فيه ف اختلت اسعاره اختلت السوق. الاسعار موليه اختل السوق موليه اذا من هنا الوالد نعم. بدأ يتجه إلى البحر السفر الشراعي السفر الشراعي نعم. نعم. وكان السفر الشراعي يعني حنا المرزوق عادة من قديم حتى في كتاب عندي أنا هنا قديم نعم. من يدي سليمان كان شاري له شوعي أو سوي له شوعي وجاي كتاب من واحد من البصرة من المنديل يهني على الشوعي هذا يعني أكثر حول من أكثر من 150 سنة تقريبا هذه الرسالة بنعرضها على المشاهدين مكتوبة بخط اليد ويعود تاريخها فعلا إلى أكثر من 100 سنة نعم تبين عراقة عائلة المرزوق نعم في مهنة السفر الشراعي نعم فبالتالي تكمل عن الوالد وبعدين أقول لك يعني اشتغل في تجارة السفر كبديل ل يعني اللولو لأن اللولو انتهى زين أنت كنت معاه أيضا أنا معاه كم عمرك في ذاك الوقت؟ في ذاك الوقت يعني لما انتهت هذه يعني تجارة اللولو يعني في تقريبا سنة 38-39 نعم يعني انزين بدا طبعا هو السفر انزين ايضا بديت تسافر معه اسافر هو ما سافر انا كنت اسافر مع اولاد عمي مع عمي كان عندنا محل في كراتشي هناك نعم للتمور نعم احنا نجيب التمور عندنا املاك في البصره فنحملها وكنا حنا والصقر كنا المشهورين بالكويت يسمونهم هل الهرفي الهرفي هو اللي متقدم أو الأول كلمة هرفي يعني الأول أول ما يطلع من شط العرب محمل تمور من السفن هي سفينتين واحدة للمرزوق واحدة للصقر نعم نعم واحدة فيها أحمد بن قصار الله يرحمه أنه خذه
والصقر فيها صالح مهيني لا زال حي موجود. فهذول يطلعون، حتى أذكر عندنا تاريخ أن هذا بن قصار يعني يفتح الموسم المحيط الهندي، هذا موسم موسم السفر، موسم الأمطار، الأمطار المانسون يسمونه المانسون. ها ايه هذا هذا يبتدي في ينفتح في 10/8. حنا عندنا تاريخ في إحدى سفننا بن قصار في 13/8 طالع، يعني انفتح الموسم وهو بالطريج. نعم. وياصل بعد ما ينتهي الموسم يصير ماكو هواء، يعني يصير خواحر يصادف بعض الأحيان، فياصل متكسر شراع، مشق شراع من كسر الدقال، من يعني وش منه، مو من الهواء، من قل الهواء، من قل الهواء طبعا. لأن شنو قل الهواء؟ لأن كان المحيط في موية مالت القلاق، يسمونه القلاق. فالموية هذه السفينة تجي شراع ماكو هواء له، فتضرب هالشكل كذي، يعني ينشق شراع، يعني ينكسر الفرمان، يعني ينكسر الدقال. طبعا هذه من قوة الارتطام. نعم. لكنهم على ما يقول هذا المهيني وبن قصار كفرسي رهان يتسابقون من هو اللي يصل قبل. إلى كراتشي. إلى كراتشي، حنا في كراتشي هناك. أسست بيت المرزوق وتجارة المرزوق ومكتب المرزوق. أي نعم. أي. معروف. أي نعم. نعم. لنا بيت هو في منطقة يسمونها كردر. هذه يم قهوة الكويتيين أو العرب. في كراتشي. في كراتشي اللي فيها يوسف المرحوم يوسف بن سيف. نعم. وكان كل الكويتيين هناك. نعم. يتجمعون فيها. وعندنا بيت ثاني في محل يسمونه السدر. نعم. في شارع اسمه شارع جمشيد رود. هم يسمونه هناك بنغلا، احنا نسمي فيلا هني. وعندنا المكتب هو مال البيع والتمور، هو في جوليا بازار، محل يعني سوق شعبي لبيع التمور والقيره، فيمنا المخازن ويمنا المكتب، يجون التجار الهنود يشترون من عندنا. نعم. نبيع احنا هناك. فيعني المكتب هذا اسس الان لهالغرض هذا. نعم. وهو أولا تجارة التمور، تجارة التمور، وبالتالي طبعا ينتج عن ذلك أنه تطورت الحالة إلى تجارة في يمكن استيراد بضائع. شوف هذا كإعادة، مو معناها نجيب التمر بس، لا نجيب التمر ونحمل بضائع ثانية إلى الكويت مثل الأطعمة. لا يعني الحين التمر يروح إلى كراتشي، كراتشي العودة هذه شو أقول لك؟ لما ترجع السفينة ما ترد خالية، ما طبعاً ترد خالية. تحمل فحم. نعم. تحمل عيش. نعم. تحمل شكر. نعم. تحمل آثاث، كبتات وكراسي وهالأشياء. نعم. اللي محتاجة لها الكويت كل يوم. نعم. نعم. يشترون البضايع، الأقمشة. نعم. هذه كلها وكانت شغلة في أثناء الإنجليز. كان البضاعة اليابانية يأخذون عليها الإنجليز في الهند 80% ضريبة. بعض الكويتيين يشتريها، ولو شريتها بتصدرها يرجعون لك الضريبة اللي 80%. فأقول لك يعني والبضائع تيجي الكويت هنا. نعم. أنا أذكرها أنا بوم هذا النشمي عيسى الله يرحمه، كان في بومنا، وكان ذيك اليوم التمر مرغوب في كراتشي والفحم مرغوب في الخليج هنا. فقسم ينزل تمر وقسم يحمل فحم. يعني شوف منا ومنا، وخصوصا سفننا حنا المرزوق ما تأخر أكثر من أسبوع، ما تأخر هناك في كراتشي، في التنزيل والتحميل في كراتشي وفي النيبار. نعم. النيبار هم يعني ما تجي السفينة إلا بضاعتها موجودة. تقصد النيبار اللي هي كاليكوت، كاليكوت اللي إيه؟ في الهند هذه الحين يسمونها أعوذ بالله من الشيطان كيرالا. كلمة كيرالا. ف يعني هذه المرحلة إذا تطورت، يعني أفهم أنا أن الوالد الله يرحمه. نعم. خالد المرزوق كان في الكويت ودير العملية ويا أخوانه. إيه منهم أخوانه؟ أخوانه محمد. نعم. وعبد العزيز. نعم. وعبد الوهاب الله يرحمه. نعم. كان عضو في مجلس البلدي قبل في وقت أحمد اليابر. نعم. كان محمد وعبد الوهاب وعبد العزيز اللي هو مسؤول عن الهند في النيبار.
حق الأخشاب والأشياء الثانية. نعم. ومحمد كان في كراتشي هو المسؤول عن التمر وعن الأشياء هذه. نعم. وحنا وياهم مساعدين نروح ونجي عليهم. نعم. يعني نروح النيبار ونجي كراتشي ونروح. نعم. بمبي. نعم. أي. نعم. من كان معاك؟ معي كان عيال عمي مرزوق. نعم. عبد الوهاب وكان فهد عبد العزيز. نعم. هذول هم كنا هم فتحنا محل يعني شبه محل في في بومبي. نعم. فأنتوا أيضا كنتوا هناك مثل ما تقول تديرون العملية. ندير حنا نروح ونجي حنا. حنا يعني مثل أنا أجي أقول لي ترى يبونك في كاليكوت. وهذه بضاعة وياك خذها وذها بالقطار. أروح بالقطار. نعم. فيعني خل نتحدث، أنا ودي كنا نتحدث عن أمر آخر بس خل ركز الآن نتحدث عن السنوات اللي قضيتها يعني في كراتشي وفي الهند. امتدت طبعا وكنت مثل ما تفضلت تروح وتجي سواء داخل الهند أو تجي إلى الكويت وتعود، وكان الغرض أن الوالد الله يرحمه يهيئك والآخرين أيضا يتهيئون لتحمل المسؤولية وإدارة التجارة والمصالح هذه. كم سنة استمريت على هذا الحال؟ قلت لكم سنة 39 إلى 50. نعم. وسنة 39 هي دخول العالم الحرب العالمية. نعم. وأول باخرة نسافر فيها من الكويت إلى كراتشي، أول باخرة تطفي أنوارها في الخليج أو في البحر نهائي في الليل، في الليل على خشية الغارات، خشية الغارات والغواصات والغارات الجوية ما هي بعيدة ما يمنع طبعا الغواصات فأذكرها حنا في سنة 42 أظن يا أخوي إذا ما متوهم أو 41 كنا مسافرين في شهر 8. نعم. وجونا في الباخرة وقالوا لنا استعدوا هذه السباحات وهذه إحنا ما نعرف شنو السالفة، فأعطونا كل واحد سباحته قال هاي سباحتك بتقطها حتى النوم توسلتها وتنام فيها. طبعا هنا مسكت يوم دشينا ميناء مسكت ولا هالي طايحة على جنبها ولا باخرة مضروبة في ميناء مسكت. اسمها دابو. لحقتها قواصة يابانية. فالتجأت إلى مسكت فالقواصة اليابانية من البحر ضربتها بالطوربيد وهي بالميناء. فذاع الخبر أن القواصة أن الباخرة كويتية أو باخرة عفوا هذا انضربت في ميناء مسكت، فظنت الناس أن حنا اللي فيها انضربت. حتى لما جينا كراتشي كان الله يرحمه عمي قال الناس اختبطت على بالهم أنتم اللي مضروبين، قلنا لا الحمد لله احنا نعم. حتى انا واجف القواصة هذه سفينة طايحة على جنب شلون كانت الحياة في كراتشي في الفترة هذه؟ والله والله حياة حلوة، يعني نتكلم احنا الآن عن بداية الأربعينيات. الأربعينيات كانت كراتشي جنة. كيف كانت جنة؟ يعني في كل شيء الأمان. نعم. تروح أي وقت في أي مكان أي محل يمك. والأشياء رخيصة والأشياء سمحة كل شيء، يعني ما في شيء كذب أبدا، وكان حكم مضبوط على اعتبار أن الإنجليز كانوا موجودين، وكانت النظافة. نعم. نظافة كراتشي إدارة وانضباطية. كان إحدى الشوارع يقصدون بالليل بالماي والصابون يوم الأحد، يعني يبون رغوة صابون والهوزات تصب في الشارع وتقصدت، يعني وين انزين. وأيضا يعني كان في مجموعة من الكويتيين معاكم. كويتيين كثير. وهل تتجمعون في مكان واحد؟ في القهوة، قهوة خاصة فيهم هذا للعرب الكويتيين خاصة. نعم. يتجمعون. نعم. فيها. نعم. إنه واخذ اللي يجون يقعدون 6-7 أيام 10 أيام على إقامته. ايه. السكن وحنا نجي ونروح. ايه. السكن السكن إنه واخذ اللي كان مثلا سفني أنا أو سفننا حنا اللي يجون عندنا تستضيفونهم على اعتبار يشتغلون وياك، واللي نأجره مثلا النولة حنا نجيبه هم عندنا. زين. هذا كل جسمه. نعم. وشلون نظام الاستضافة يعني أيضا الوجبات كاملة؟ الوجبات موجب وناكل حنا يأكل ويانا وينام عندنا وي يعني جسمه، بس الريوق يتريقون بالقهوة. نعم. عند بن سيف يريقهم. نعم. يعطيهم خبزة خميرة أظن
وكوبين أو كوب حليب. وطبعا يدفعون مقابل ذلك؟ والله عاد هذه شوف على يقول مدة يدك تبغى ايه. انتهى بسافر يعني كنوع من المضافة ايه. من يبغى يسافر طاول راعي القهوة 10 ربيعات 5 ربيعات طلاق هذه ايه. من هو من النواخذة اللي يعني نواخذة السفر كنتوا تتعاملون معاهم واشتغلون وياهم؟ والله من نواخذتنا حنا ايه. هم عيال اليعقوب نعم. عبد الوهاب اليعقوب المجرن واخوه أحمد نعم وأحمد بن قصار نعم. هذا الأوليين نعم. وبعدين يالا أحمد النشمي نعم. عفوا عيسى النشمي ولد أحمد نعم. ممكن تعرفه عيسى ايه النشمي ايه 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 هذا نعم. هذا كان نعم. يعني نعم. سنين معانا نعم. نعم. وكان بن قلماس كان نعم. راشد العسوسي نعم. كان حسين علي الشطي نعم. كان يوسف المعتوق نعم. كان نعم. راشد العسوسي نعم. يعني كثرهم كثرة اشتغلنا نعم. وياهم يعني أيضا قلت لي على السفينة أو المركب اللي ركبتوه كانت تطفي التريكات بسبب ظروف الحرب نعم. الرحلة من الكويت إلى كراتشي كم يوم كانت تستديم وهل تقدر تقول لنا تصف لنا الحياة على الباخرة والله أثناء شوف. السفر شوف الباخرة بعض الرحلات تكون كشتة وبعض الرحلات تكون عذاب نعم. أذكرها حنا في إحدى الرحلات يعني بس حنا على الباخرة 7 أنفار أظن أو 8 أنفار وأذكرها في باخرة ثانية تقريبا 800 نفس من الكويت أذكرها إلى كراشي 17 يوم وكل يوم واجف السفينة شنو قال واحد ميت قطوا بحر هل يجون من النجف الزوار الهنود وكان جو حار ما يتحمل ما يتحملونه يعني جو مزعج نعم وأذكرها حنا في هذه مسكة قعدنا تقريبا 5 أو 6 أيام صدقني حتى ذلال ما علينا نحط كنابلنا نتظلل فيها يقف ينزل يحمل سلوك لأنه كان تنتج عمان سلوك فيصدرون للهند التمر المجفف ايه المجفف نعم. هذا السلوك نعم. فيحملونه فحنا على ما يقول فهالسلنقات أو الكرينات على طول الليل والنهار نعم. يعني ما وصلنا إلا وتنزل طبعا في موانئ مختلفة حتى تصل إلى كراتشي ها كم مينة مينة شوف من الكويت هذا يجي من البصرة ايه. ويمر الكويت ايه. من الكويت يروح بوشهر من بوشهر يروح البحرين من البحرين يروح الشارجة من الشارجة يروح إلى دبي من دبي يروح إلى شو اسمها لنيا إلى بندر عباس إلى مسكت نعم. إلى العبور إلى كراتشي نعم نعم. في أيضا كراتشي يعني وإحنا أيضا قاعدين نحضر اللقاء معك يعني سألناك عن الحياة الاجتماعية والحياة بشكل عام كيف كنت تمضيها هناك طبعا وقت العمل للعمل نعم اي هل كان في مظاهر صحافه تجيك تقراها هل كان في امور اخرى الصحافه كان هني عندي يرسلونها لي من الكويت انا كنت يعني متولع بالقراءه اقرا الصحف وايد اقرا نعم. خصوصا الصحف المصريه اللي هي اخبار اليوم والمصور والاخر ساعه نعم. وهناك تعرف ما عندنا شيء غير هذا فيرسلونها لي في البريد إذا ما حصل أحد يجي فالبريد تعرف متى يصل عقب شهرين أيام حرب ماكو في جسمه فلما تجي كان هاليوم مطبوعة إي طبعا متشوق فأقعد عليها أقرأها وأنا كنت متولع حتى أذكر أنا بالكويت أني بالليلة صار عندي مثلا كتاب أو شيء وكهرباء ذيك اليوم ضعيفة أني على القمرة لأن شوفي كان زين بالليل على القمرة صار الجو صافي أقرأ بالليل فإذا كنت تستمتع في متابعة أخبار المنطقة ايه نعم. حتى لو كانت الأخبار مثل ما نقول غبيبة أو قديمة شيء عجيب يعني ايه. والله أني نعم. أستانس منها لو وصلتني كأنها مطبوعة وقلت لي كنت تقرأ مثلا المجلات المصرية نعم ما عندنا غير المصرية ذيك نعم. اليوم نعم ايه. كنت تستمع إلى إذاعات يعني والله عربية والله في إذاعة لندن تطلع عندنا بالليل ايه. العربي طبعا بالعربي إيه نعم. فنسمعها حنا يعني وبرلين ايام حي العرب اي كانت ممنوعة يونس بحري كانت ممنوعه يعني ما حي ما يسمعونها فالله يرحمه بن سيف ما يخلينا نسمعها وعمي الله يرحمه هم بعد ما يسمعها بروحه ما يخلينا نسمعها على اعتبار الحرب ودولة فحنا واحد ايراني يم قهوه بن سيف مطعم هذا يقعد اسمه الزلزله نروح يعني
يقول ما يخالف انا خليكم تسمعون بس لا تطولون على الصوت. سمعوا وانتم قاعدين. حتى انا اذكرها من عرض احنا قاعدين عنده يوم معركه يوم يضربون بير هاربر اليابانيين. احنا احنا كنا في في الاوتيل سمعناها. قالوا الاف السفن اللي طبعا راحت. هذه انا اذكرها احنا عنده ذيك اليوم. يعني نعود مره ثانيه، وايضا اللي فهمنا كان في ايضا صناعه سينما مزدهره في الهند. ذاك الوقت والله ذاك اليوم وعندهم طبعا سينمات ومعروف تعلق الهنود بالفيلم وبالسينما تعلق شديد. شديد، وحنا تعلقنا اكثر منهم بعد. عجيب. نعم، حتى اذكرها انا بعض الساعات صار فيلمين جدد جايين، هذه فيها فيلم وهذه فيها سينما، هذه ادش هالعصر سينمتين يعني. هذه ادش هالعصر وهذه ادشها بعد المغرب يعني بليله واحده. من الولع. وكنا يعني ذيك اليوم شيء عجيب السينما عندنا، شيء غريبه ما اعرف انا بالكويت ذيك اليوم. كانت طبعا الوان ايضا ولا ابيض واسود؟ لا 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 ابيض واسود. ابيض واسود وكنت تعرف تعرف هندي؟ والله بالاول لا، لكن بالتالي عرفنا طبعا الافلام بالهندي. بالهندي طبعا. وايضا يعني يمكن الحنين استمر معك في مشاهده الافلام الهنديه حتى وقت لاحق ولا لا؟ حتى اذكرها شريت هاي نسميها احنا بشتقته قبل. وشريت اسطوانات هنديه جبتها وياي الكويت يعني من ولا طبعا ارتباط يعني لفتره معينه. اذا شفت فيلم هندي الان والله يا شو يكون شعور استاذ؟ والله شوف شوف شفت هذا فيلم اسمه قسمت. اي معروف من الافلام الكبيره. كنت على ضوء التلفزيون هني واني طالع والله اني بكيت. طبعا والله العظيم فالت دموعي يوم تذكرت ذاك الزمان وذاك الوقت وهذا. اكيد اكيد يعني وداني الى مرحله كنت ناسيها بالاول. وانت هناك العم الكريم يوسف الخالد المرزوق طبعا صار في الدعوه لاستقلال الهند، وطبعا المعروف انه المهاتما غاندي قاد يعني حركة النضال. نعم. للوصول إلى استقلال الهند. نعم. عن بريطانيا. نعم. تستذكر بعض الأحداث اللي صارت في تلك المرحلة؟ والله أحداث كثيرة صارت. أحداث كثيرة صارت، مظاهرات وصار قتلة وصار نهيبة بالشوارع. هذا وقت يعني أثناء التقسيم. أثناء التقسيم. أثناء التقسيم. حتى لما أعلنت يعني باكستان. باكستان وهندستان. فأذكرها إحدى المرات يعني لما انقتل غاندي لما تم اغتياله. نعم. وكانت الناس خافت ظنوا إن اللي قاتله مسلم. وحتى أذكرها حنا في البنغلة مالتنا أو الفيلا مالتنا في جمشد رود بالسدر، كان جيراننا هنود وثنيين هذول هندوس. فخافوا إن يعني يهجمون عليهم المسلمين يقتلونهم، فجوني طقوا علي قالوا لي محمود حنا الله فيك ايش تبون؟ قال تودينا القطار احنا بنسافر الليله وانت عندك سياره. قلت ما يخالف اوديكم. متى؟ قال الساعه 2 الليله. حاضر والله. يوم صار وقت هذا واروح لهم بالسياره واحملهم واوديهم حمايه لهم. حمايتهم يعني انتخوا فيني. مو من الشيء ما يجوني جيراني ويقولوا لي لانه يقول احنا لو رحنا يمكن نقتل بالطريق، يقتلونا يشوفونا بنيان. وصيرتهم الى القطار لما ركبتهم بالقطار ويلا رجعت. في امور اخرى تستذكرها؟ يعني في هالفتره هذه الفتره اقول لك من الاحداث انه صار يعني يمكن نوع من الفوضى. الفوضى والصراع على اعتبار انه يعني قيام انه قيام دوله اخرى ولكن ايضا دوله مجزأة جغرافيا. يعني انت عندك باكستان الحالية. نعم. الان في جانب وبنغلاديش في جانب اخر. نعم. في الطرف الاخر. وشوف اذكر انا في كراشي كان محمد علي جناح. نعم. كان قبل لا يصير التقسيم يعني بسنة اظن كان زار كراشي زيارة رسمية، استقبلوا استقبال هائل يعني الشوارع سدت. وانا من عرض اللي رحت ويا عيال عمي ويانا واحد قال له الله يرحمه كويتي هو كان مقيم هناك في الهند عمود اليسار. يصير من الجماعه اليسار ذو عمهم. صار احنا قعدنا ننتظره في احدى المطاعم يعني على الشارع اللي يمر فيه، ومر في موكب مهيب حاطينه في عربانه يجرها تقريبا 10 من 12 بعير، وحاطين العربانه كبيره وعليها قنفات قاعدين
واولاد واحد قال له شو اسمه اعوذ بالله من الشيطان اللي هم رئيس من حزب المؤتمر مالهم حزب الكونغرس حزب الجناح هذا مالهم مال جناحه اي إيه هذا الواجفين في لباس رسمي واجفين على راسك واحد يعني يقول سيفه واجف النمونه وهالناس تحتف في الشوارع وتطفق له لانه كان رفيق نضال مع غاندي مع غاندي لوصولا الى الاستقلال نعم نعود مره ثانيه ايضا ونسال عن كراتشي كمحطه تجاريه يعني مثل ما تفضلت ان السفن سفنكم او سفن الكويتيه سفن الشراعيه تتجه من المنطقة وأول محطة لها يمكن هي كراتشي ومن ثم تتابع إلى بومبي إلى بنواني الهند الثانية زين شو اللي كان يصير يعني تجي تنزل بضائع وتاخذ بضائع يعني ليش كراتشي أصبحت محطة هي أول أول مهمة. أول ميناء رئيسي يجون الكويتيين هو كراتشي فيجيبون من البصرة مثل ما قلت لك التمور فينزل التمر إذا كان التمر بالسوق ماشي وإذا هو مثلا السعر ضعيف يقول للتاجر رح راعي سفينة روح مثلا خرميان روح براوة روح منغرور هناك عندك فلان التاجر الفلاني إذا كان كويتي أو فلان يجيك هناك يستلم منك التمر وتصرفه تبيعه وإذا مثلا باع التمر نزله خالية بيروح الهند النيبار هناك يحمل خشب يجي مثلا تجار الهنود يبون يحملون الى المواني الهنديه فيأجرونه فيحمل لهم بضايعهم ويوديهم وهو رايح على دربه ويعني بالتالي هم ايضا بعد ما يعني يجون الى كراتشي طبعا هناك من يسافر حتى يجلب اخشاب وبضائع اخرى من موانئ اخرى مثل بومباي لا شوف بومباي ما في اخشاب اخشاب في النيبار في النيبار في الهند في كاليكوت هناك يعني قصدي يتابعون الرحله الى محطات اخرى الى محطات اخرى فاقول لك يجون الى النيبار هناك النيبار هناك مكتب يوسف صقر ومكتب هذا واحد يعني عباره يسمونه برامي نيباري لكنها معاملاته كلها ويا الكويتيين ومكتب كنج احمد بن حج احمد ولا زال موجود الان مكتبهم هذا ولهم صداقه ويانا يجونا دائما هنا بالكويت فهذول احنا نتعامل وياهم فنروح مثلا نعطيهم مثلا فاتوره نقول هذه البضاعه اللي نبيها حق السفينه الفلانيه فنروح الى محل الاخشاب محل يسمونه بيفور هذا خور ممتد تجي فيه الاخشاب هناك ويودون فيه السفن ايضا يصلحونها ويعمرونها ويشونونها وهذا البخور هذا فيشترونه ويشترون الحبال يشترون الودج يشترون الصبار يشترون هالاشياء ويحملونها بالسفن الكويتيه ثم تعود الى الكويت زين طريق العوده عبور المحيط ما يردون يمرون لا على لا ما يمرون اذا كان محمل حق الكويت ما يمر عبر المحيط من كاليكوت مباشره مو من كاليكوت بعضهم من كاليكوت يعبر مباشره بعضهم من قوه قوه هي يعبرون المحيط الهندي يعبرون من قوه القوه ذيك اليوم مستعمره برتقاليه وانا قضيت فيها تقريبا 4 سنوات القوه هذه هم نشتري فيها بعد اشياء نعم طبعا هذا اختصارا للوقت يعني للزمن في طريق العوده نعم اختصارا الى مسقط يعني اذا وصل مسقط ابرق للكويت وصلنا مسقط بالسلامه عاد الناس ارتاحت عرفوا ان فلان وصل مسقط بعد على شيء خفيف الخليج ودخول الخليج اسال ايضا مره اخرى شو اللي يحدد التاجر الكويتي انه ياخذ من كراتشي هذه البضاعه ياخذ من كاليكوت تلك البضاعة يعني شو اللي يحدد حاجة السوق من أنواع البضائع حتى تجلب ومن ثم حتى تباع في الكويت أو يعاد تصديرها شوف كراتشي فيها الفحم لا يعني من هو يحدد أنتو كتجار كيف تحددون نوعية البضائع وش اللي عليها طلب أو شو اللي عليها حنا عندنا مكتبنا هني بالكويت يكتبون لنا عندكم السفينة الفلانية حملوا فيها كذا هالكثر عيش هالكثر فحم هالكثر عيش هالكثر سكر هالكثر فتلبون احنا نلبي طلبهم ونشتري اشياء يعني موجودة محلات عند كبيرة تجي تدش يسمونها قدام هو مثل الحوطة الكبيرة تشوف العيوش متلائمة بعضها على بعض والموازين موجودة تشتري منهم وتروح تازن
من الفحم من العيش من اللي تبيه يعزلون يحملون يحط ماركته عليك وعليها ماركته. فإذا يعني الآن نفهم أنه اللي يحدد ذلك هو فعلا حاجة السوق والطلب من خلال المكتب في الكويت سواء نعم. الكويت أو المنطقة. أي نعم. التاجر الكويتي النوخذ الكويتي البحر الكويتي نعم. تميز بخصائص يمكن ميزته عن الآخرين، خصائص في الخلق، خصائص في الأمانة، خصائص في الأداء. هل نقدر نتحدث حول هذا الأمر؟ أنا بقول لك سالفة يمكن حدثها للأخ يعقوب. نعم. كانت الكوتة مالت العراق عند اليهود في بومبي اللي هي الأقمشة، تخليها بريطانيا كل منطقة لها كوتتها كوتة معينة وتعطيها التجار، فأعطيتها تجار عراقيين يهود في بومبي، فطلبوا ماكو بواخذ كل يوم، بواخذ كلها مشغولة بالحرب، فطلبوا سفن لحمال هالكوتة هذه. جوهم الهنود، جوهم الإيرانيين، جوهم الخليجيين الباقين من عمان وما عمان، ما نعطي لك كويتي. شو السبب؟ الأمانة. نعم. حنا عندنا سفينة فيها الله يرحمه عبد الرحمن بن قلماس أخذوها ب50,000 ربوية تحمل البضاعة من بومبي إلى البصرة. نعم. ب50,000 ربوية. يو ذولاك قال حنا نحملها ب10,000، قالوا أنت حتى لو تقولون بلاش ما حملناها. لأن الكويتي قيد وصلها لهم كأنها طالعة من مخزن لمخزن. الأمانة. الأمان. هذه اللي كانت تميز. كانت تميز بالكويتيين. البحار والتاجر. والتاجر الكويتي يعني إذا أعطيته بضاعتك عدها كأنها عندك في محلك، إذا الله فكها من قرق أو شيء. بعض ذلك يحمل البضاعة ويبيعها ويقول قطيتها بحر، يعني طوفان قطيتها بحر. الكويتي ما يسوي هذه. وفي في بقول لك سالفة واحدة يعني على أمانة الكويتيين، يعني لو عند غير كويتي هذه أيام التهريب الذهب صار هجوم على الخشب الكويتيين كلهم، من عظم واحد كويتي ماني جايب اسمه، الذهب اللي عنده في بومة قام قطة بحر وأعلن حق الكويتيين اللي في الهند أن الذهب كله بحر ذبيته، ولا حد يسألني عنه ولا حد ما له شيء عندي، أنا ألزم علي نفسي وبحريتي وسفينتي وذهبكم الله يخلف عليكم. وجابوا البوم وفتشوه وكسروه ما لقوا في شيء، هو ذبه وحط نيشان عليه زين. عند ما رخصوه بيسافر بالليل رجع عليه وشاله وحطه في السفينة ويا الكويت فيه. ولما وصل الكويت نادى قال تعال أخذوه شغل حلالكم. أحد يسويها هذه؟ ما يسوونها. نعم. الأمانة. الأمان هاي كويتي. في جانب آخر أيضا عرفنا العم يوسف خالد المرزوق أيضا النوعية في الأداء، أن أيضا البحار الكويتي أو النوخذة أو التاجر الكويتي كان يعني جدير في عمله بشكل متقن. متقن وأمين ومتقن ويعني يعني إلى جانب الأمانة. إذا قال لك الكلمة خلاص خذها، وإذا أعطيتها بضاعتك خذها استلمها منه، ما فيها شيء. الحفاظ عليها. الحفاظ عليها. ويركبوا النوخذة والبحارة بالسفينة، تشوف سفينتهم كأنها بيت نظيف من أبدع ما يكون، حتى إذا دشيت منها تشوف تعرف السفينة الكويتية من اللي كويتية من نظافتها. حتى الكويتيين قبل. الوالد الله يرحمه خالد المرزوق وانت ابنه اللي تربيت على يديه وعشت معاه يعني منذ الطفولة والشباب وتقلبت حقيقة في جوانب الحياة في السفر وفي الهجرة وتحملت الصعاب، ما هو سر عشقه وحبه للبحر وللخشب؟ والله هذا شيء هو بنفسه يحبه. يقول حتى انه يقول له ألقى الان من يقوم في الخشب ويديرهم ويسافر فيهم والله ما خليتهم، لكن ماكو حد يقول. الشباب الكويتيين كله اتجهوا الى الوظائف الحكوميه والى شركات النفط وغيره. واخر سفينه عندنا فيها ايرانيين حطينا فيها 14 نفر يعني قبل الغزو اظن، وراحت الله يكفي الشر هي واللي فيها إلى يومك ما طلع ولا واحد منهم، وضيقت خلقه ذيك السفينة يعني قال حقوبها بعد خلاص ماني حاط سفينة.